أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: قال المصنف رحمه الله: وكاشف عورته للناظرين. اي نعم، اللي ما يستحي ويكشف عورته امام الناس ما تقبل شهادته، لانه متساهل. نعم، يقول احسن متساهل في ستر نفسه، لا يؤمن ان يتساهل في الشهاده ايضا. حتى قال: واللي ياكل بالسوق ما تقبل شهادته، لانه متساهل قليل حياء. نعم. أحسن الله إليكم، يقول: هل الذي يلبس السراويل القصيرة التي تخرج منها الفخذين يدخل في ذلك؟ فخذان. أحسن الله إليكم. تخرج منها الفخذان. نعم، تدخل في ذلك؟ اي نعم، اللي ما يستر نفسه ما تقبل شهادته، والفخذان من العورة. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.